رجل دين إيراني يتحدى المحرمات المجتمعية في بلاده بتربية عدد كبير من الكلاب، جاذباً اهتمام قطاع عريض من الشباب هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مهدي الطبطبائي اعتاد إنقاذ كلاب الشوارع التي تعرضت للإهمال أو التعذيب، نشراً عدداً من القصص المفجعة التي وجد بعضاً من هذه الكلاب عليها، إذ أخضعها للعلاج في ملجأه بمدينة قم، ما جعل منه مدافعاً معروفاً عن حقوق الحيوانات. التحدي الذي واجهه طبطبائي هو أن المؤسسة الدينية الإيرانية تدعو إلى عدم الاحتفاظ بالكلاب كحيوانات أليفة، فيما يضغط متشددون من أجل قوانين تحظر تمشية الكلاب في الأماكن العامة. وبالفعل، عندما بدأت صوره في الظهور وهو يرتدي رداءه الديني، أمرته محكمة دينية بخلع ملابسه في عام 2021، لكن تم تعليق الحكم لاحقاً، ثم أضحى يرتدي ملابس عادية أثناء رعاية الكلاب، معتمداً في ذلك على أموال تأتيه عبر قنوات التبرعات.